استاذ محمود، خليني ابدا مع حضرتك ونبدا بمشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. كيف رايت هذه المشاركه؟ بامانه شديده انا شفت من الاول قرار الفيفا يعني اللائحه انها تدي الفرصه للنادي الاهلي انه يلعب في كاس العالم وفي المغرب وتتنقل من ابو ظبي للمغرب، انا شايفها يعني ده زي ما تقول كده نوع من جبر الخاطر اوكي على فريق عمل جهد كبير جدا في بطوله ويخسرها زي اي مباراه، عادي جدا الخساره والمكسب ده امر وارد يعني. لكن حضور الاهلي في المحفل الدولي الكبير اللي هو يعني متعود عليه في على مدار 7 مشاركات ودي المشاركه التامنه، وكان ممكن تبقى 9 و10، لكن هي دي الرياضه ودي الكوره، ودايما بتيجي الحاجات والبطولات دي بتعلمك. لانه برضه عاوز اقول يا جماعه انه انت المكاسب اللي بتحققها ما بتبصش على مكسب المادي بالدرجه الاولى بقدر بتبص على المكاسب الفنيه وبناء شخصيه الفريق. يعني حقيقة. من المواقف زي دي انت عاوز تشوف برضو اللي معاك الكواليتي ده يقدر يتعامل ازاي. يعني انا عجبني قوي تصريحات كولر بعد مباراه فلامينجو لما قال لك لا، لما عاوزين نروح في حته تانية يبقى في حاجات كتير ما ينفعش نعمل ايه الحاجات اللي بتحصل دي، المفروض نعدي المرحله يبقى عندنا ايه مزيد من التركيز. انت احتكيت بمدارس هتدفع فلوس عشان تلعب معاه، عشان نكون واقعيين مع بعض. صحيح، لما تيجي 4 مدارس مختلفه. لما تيجي تلعب مع ريال مدريد هتقول لي ان انا هحتاج العب معاهم مباراه، واحنا شفنا لما ريال مدريد جه في 2001 في 3 اغسطس نعمل احتفاليه للنادي الاهلي الشهيره، الاهلي كانت حكايه كبيره جدا. لما جه برشلونه في 2007 كانت حكايه كبيره جدا، وغيره من المواجهات اتلتيكو مدريد الكبيره. ويعني عاوز اقول لك ايه، انا شايف انه مشاركه رغم انه فيها ضغط وارهاق على موسم يعني مليء ومزدحم، وانت شايف النهارده راجع على طول يومين راحه وبعد كده طلع على السودان في مواجهه ديربي صعبه جدا، صعب جدا بعد خساره السودان. هنتكلم عن الامر طبعا. هيبقى ديربي صعب جدا بين الاهلي وبين الهلال، فاعتقد لا فيها فوائد كتيره، فيها يعني استفاده، فيها سلبيات اكيد هتخلي النظره مستقبليا هتكون مختلفه للكواليتي اللي هتم تتفكر فيه. لازم يكون عندك رؤيه مستقبليه في البحث على عناصر، زي ما انت شفت الفارق بيبقى عامل ازاي ما بين لاعب وملاعب، ما بين شخصيه لاعب في المباراه، ما بين التصرف، ما بين القرار هو شخصيه اللاعب نفسه. صحيح. بدليل انك انت لما اكتسبت الفتره اللي الكره المصريه وصلت فيها للسيطره على امم افريقيا لثلاث دورات لم ياتي من فراغ، وسيطره الاهلي على دوري ابطال افريقيا على مدار 3 4 بطولات، وايضا مشاركته في كاس العالم للانديه دي خبرات، لعب مباريات مع انديه كبيره دي خبرات، دي زودت مع المنتخب بيلعب مباريات مع منتخبات كبيره، ادي عندك ايه؟ تقلت العناصر الموجوده عندك، وبقى اللعيبه الجامدين هم اللي فضلوا واللي ما استحملوش الحاجات دي تلاقيهم ايه تراجع وزود جانب غيرهم بقى ظهر. صحيح. فانا عاوز اقول لك انه ايه؟ قول زي ما انت عايز تقول في المشاركه، المشاركه فيها ايجابيات كبيره جدا وفيها سلبيات اكيد اتدونت ولازم تكون محط اهتمام طبعا ويعني ونظر ودراسه مستقبلا في اللي انت عايزه وانت رايح فين. أيوة. منين؟ يعني لما احط في كلام جميل. هو اولا مش هنتكلم على القرعه، حطيتنا مع مباراه في البدايه ولا قلتنا مباراه ثانيه، لكن انت لعبت بصوره كويسه جدا. وعاوز اقول ارجعوا اتفرجوا على مباراه ريال مدريد مع النادي الاهلي بغض النظر على النتيجه مع كام. بلاش ريال مدريد يا استاذ محمود، بلاش تتفرج على في الاخر ريال مدريد يعني، لكن فلامينجو انت افضل في كل شيء.